مقسم دراسي على غير عادته بكل المقاييس. مناضد المكتبات التي كانت تعج بالآباء خلال فترة الدخول المدرسي هي اليوم شبه فارغة. إقبال ضعيف وتخوف ملحوظ بسبب الظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم. رغم الصعوبات الكثيرة المرافقة لهذه الظرفية، إلا أن الكتبيين يواصلون استعدادهم لتوفير حاجيات التلاميذ مع مراعاة شروط السلامة الصحية. احنا كناخذ احتياطات ديالنا، لان من الكارتون مباشره احنا اللي كنحطوهم. واحد حاجه عندنا المعقمات ديالنا اللي كنديروا اليدين ديالنا، كنديروا ليغون باش نخدموا. يعني بالنسبه لنا احنا خذ الاحتياطات ديالنا. بالنسبه للزبائن ديالنا معظمهم كيحطوا لنا الوثيقه وواحد حاجه، وكيحطوا نمره التليفون ديالهم. اون فوا كنجمعوا الادوات ديال الادوات، كنتصلوا به كيجي كياخذ الادوات ديالو كامله. حاله من الارتباك يعيشها اصحاب المكتبات، كما هو الشان بالنسبه للاباء واولياء التلاميذ، والذين ما زالوا مترددين بين اقتناء جميع الادوات المدرسيه او فقط البعض منها الى حين اتضاح معالم الموسم الدراسي. بالنسبه للادوات راه كاينين الادوات، ولكن بالنسبه للمدارس واش غادي نقريو؟ هذا هو السؤال اللي كنحط احنا. بالنسبه للمدارس كيفاش المعلومه ديالهم اللي خصهم يعطيونا داكشي ديالهم باش نعرفوا حنا مع من غنتعاملوا؟ ماشي حنا نجيبوا الادوات ونجيبوا المسائل ديالنا وهما يديروا داكشي اللي في راسهم. رغم العقبات التي واجهتهم خلال فترة الحجر الصحي والمرتبطة بإغلاق محلاتهم وصعوبة استيراد السلع، يحرص الكتبيون على التأقلم مع الوضع الاستثنائي والالتزام بتوفير جميع المستلزمات الضرورية، انخراطا منهم في الجهود المبذولة لضمان دخول مدرسي جيد وآمن.